السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا أكد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي اليوم قبل مغادرته أرض الوطن عن غياب محمد الأمين عمورة أولى مباريات الخضر في الكان أمام أنغولا بسبب العقوبة. وسيكون الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مجبرا على إبعاد اللاعب محمد الأمين عمورة من المباراة الأولى للخضر في منافسة كأس أمم إفريقيا 2023 بسبب العقوبة المسلط عليها. وسيكون محمد الأمين عمورة غير معني بمباراة المنتخب الوطني الجزائري الأولى ضد أنغولا بسبب تلقيه بطاقة صفراء في الجولة الأولى ضد تنزانيا والثانية ضد تنزانيا في الجولة الأخيرة من تصفية كأس أمم إفريقيا. وحسب المادة 112 من قانون العقوبات والإنذارات، سيغيب عمورة ضد أنغولا بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآراءكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.